بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع الجزء الثاني لشرح جهاز ستارنت كاريوكي اس اي أو جهاز البرو الذهبي من ستارنت الإصدار الجديد 2023. طبعا احنا اتكلمنا على في الجزء الأول باستفاضة عن مواصفات الجهاز وسيرفراته وكل إمكانيات الجهاز. طبعا ده شكل واجهة أو لانشر الجهاز. طبعا نلاحظ ان موجود فيها الاكس والمارفل، ما كانش موجود في اللانشر بتاع الاصدار الاول في كل اصداراته. عندنا اصدارات كامله بالنسبه للانشر الجهاز، وكمان في منصات الاي بي هنلاقي نزل عندنا منصه الاكس ومنصه الميجا ومنصه المافن، بالاضافه لمنصات الموجوده الاساسيه الموجوده عندنا. طبعا قبل ما نتكلم يا جماعه عن المميزات والجزء الثاني من جهازنا، ان شاء الله فيه هديه عاملاها شركه ستارنت لكل اصحاب كاريوكي القديم. جهاز ستارنت كاريوكي الاول، الاصدار الاول اللي هو الجهاز الاسود، ان شاء الله عليه 6 شهور سيرفرات اي بي تي في هديه من الشركه. عندك 3 شهور لسيرفر مافن و3 شهور لمن سيرفر ميجا. اعمل تحديث لجهازك ان شاء الله هتلاقي السيرفرات دي ظهرت عندك في المنيو، خش عليها وان شاء الله هتتفتح كل سيرفر 3 شهور مجانا لكل. طبعا دعم فني شامل الحمد لله على الواتساب وعلى الهاتف الخاص مع اي حد بيبقى معاه الجهاز، ما بنتاخرش عنده. وفي نفس الوقت جهاز بشوفه من الاجهزه القيمه في السوق المصري، وجهاز من ساعه ما نزل الحمد لله وهو عامل يعني اختلاف مع باقي اجهزه السوق، لان الجهاز ما شاء الله كصوت وصوره واداء سيرفرات شغال كويس جدا. مفيش حاجه بتشتغل 100%، لا هو شغال كويس جدا. في نفس الوقت يا جماعه الجهاز بتاعنا، دايما اعرف ان الجهاز اللي بينزل عندك وبينزل له يعني دفعه جديده، بينزل له اصدار جديد، اعرف ان الجهاز ده ناجح. مفيش حاجه اسمها جهاز فاشل في السوق، نعرف دي كويس جدا. مفيش حاجه اسمها جهاز فشل في السوق انه بينزل له نسخه تانية او بينزل له اصدار جديد، لا مفيش، ما بتحصلش. لان الناس مش يعني الناس في السوق عارفين ايه الحلو وايه الوحش، ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال، ايه الناس اللي شغاله صح وشغاله دعم فني حقيقي وايه الناس اللي مش شغاله. الكلام ده كلام حقيقي عن تجارب كتير جدا الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الجهاز عن تجربه جهاز مميز جدا كامكانيات. في عيوب ايه؟ انت بتقول مميزات بس ليه؟ اقول لك عيبه ايه؟ ما بيجيش مع حجره ريموت. عايز عيب تاني؟ ما بيجيش معاه سلك وصله السنسور الاي ار. ناس كتير يقول لك احنا عايزين اللي هي الشاشه الصغيره الديجيتال بنلزقها في الشاشه واحنا متعودين عليها. طب ما هو عندك في الشاشه نفسها مضيئه، يقول لك لا احنا عايزين سنسور الاي ار. طب اشتريه بقى من بره، سنسور الاي ار ب 40 جنيه تقريبا او ب 50 جنيه، هاته وحطه وشغال زي الفل. الجهاز بيسخن، اي جهاز يا جماعه لازم يسخن، اي جهاز الكتروني لازم يسخن، اي ريسيفر في الدنيا بيسخن. مفيش حد يقول لي ده انا جبت ريسيفر ما بيسخنش، ليه؟ هما محطوط من جوه غرفه تبريد للبورده؟ لا طبعا، دي بورده الكترونيه قد كده وبيشتغل عليها 12 فولت تيار مستمر، فبالتالي في امبير مارر فيها، فبالتالي في حراره لازم تكون موجوده. دي مكونات الكترونيه ضعيفه كلها، تشتغل على 12 فولت، و12 فولت جاي من اساس 220 فولت، فبالتالي لازم البورده تسخن. تسخن البورده وشغل زي ما انت عايز، الحمد لله رب العالمين، شغال 24 ساعه في 24 ساعه بدون ادنى مشكله. الكلام ده بقوله لان في بعض الناس بيحاولوا ان هم يعني اقول ايه، يعملوا ان هم بيفهموا او يعملوا ان هم يعني ما اعرفش. في ناس كده بيقول لك ما لقوش في الورد عيب، قالوا له يحمر الخدين. حقيقي حقيقي والله، ناس بتبقى عايزه تعمل احباط لاي منتج ناجح او اي منتج شغال كويس في السوق، فبالتالي احنا ما نحاولش ان احنا يعني نمشي ورا ناس بيحاولوا ان هم يهدموا اي حاجه ناجحه او شغاله بصوره كويسه. لا ما ينفعش. اي جهاز عندك في بيتك، والحمد لله رب العالمين انا ما بشتغلش في ستار نت بس، في اجهزه كتير قوي الحمد لله بشتغل فيها، والحمد لله الدنيا كاجهزه لازم يتجرب الجهاز مره واثنين وثلاثه قبل ما يوصل لاي عميل، ده مهم جدا. ولو في اي مشكله لازم نتحمل مسؤوليتنا تجاه اي عميل، حتى اوقات كتير عملاء من خارج الشركه خالص، من بره الاطار خالص زي ما بيقولوا، وبنحاول ان احنا نحل مشاكل، لان الامور امور كلها يعني ايه، بتبقى امور بسيطه مش عمليه معقده ولا محتاجه مخترع، لا امور بسيطه جدا. ونحاول بقدر المستطاع يا جماعه ان احنا عندك جهاز حاول تحافظ عليه. تحافظ عليه في ايه؟
معلش انا خرجت بره الجهاز شويه بس عشان اتكلم، بس لان برضو الامور دي مهمه ليك كمستخدم. سيادتك عندك جهاز، خدت جهاز من سين من الناس، بعت لك فيديو شرح للجهاز، بعت لك اكواد السيرفرات، انت شفت الفيديو بتعمل اللي في الفيديو، ازاي افعل سيرفراتي، ازاي ان انا اعمل تحديثاتي. ما ينفعش بقى كل يوم اروح اخش على التحديثات مثلا، معلش بقى خلي الجهاز كده ايه تحت شويه، ما ينفعش كل يوم ان انا اخش على التحديثات واعمل تحديث للسوفت، ما ينفعش. ناس كتير للاسف تلاقيه يرن عليك يقول لك الجهاز وقف مني. وقف منك ليه؟ انا ما عملتش حاجه، ده وقف لوحده. راجل بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب زي ما بيقولوا. ايه اللي حصل يا حاج؟ يقول لي انا كنت مشغله وقف لوحده. طيب انت كنت مشغله وقف لوحده ازاي؟ قال لي ما اعرفش، ده الجهاز جاب لمبه حمراء، الجهاز كتب لي لود. طب كتب لك لود ليه يا حاج؟ يقول لي هو كده لوحده، احنا شغالين بنتفرج على ام بي سي 3 على الكرتون وقف. يا حاج طب يعني انت قاعد بتتفرج على التلفزيون وقف لوحده كده اوتوماتيك؟ قال لي اه، او ممكن العيال الصغيره اللي بيلعبوا بالريموت عملوا حاجه. اقول له انت ما كنتش بتحدث مثلا جهازك والنور قطع، او انت شلت الفيشه لما التحديث اتاخر؟ قال ممكن دي طبعا معناها ان الحاج او الراجل الطيب دوت حب ان هو يحدث الجهاز، لان في بعض الناس عندها هس ان انا لما احدث الجهاز كل يوم الجهاز هيبقى سريع طلقه، الجهاز هيشتغل معايا، المنصات هتشتغل، فبيبدا يحدث كل يوم يومين ثلاثه تلاقيه داخل على التحديث بيدور على احدث ملف وينزله، ينزله مره لا ينزله تاني يوم تاني، زي ما يكون بيثبت التحديث، بقى انا باكد ان انا حدثت اهو يا جماعه، لغايه ما يوقف جهازه ويفصل كهرباء اثناء التحديث، او بينزل ملف قناه ويفصل كهرباء، النور يقطع زي ما بيقطع، فبيحصل ان هو بيلعب في الجهاز، فممكن هو يوقف الجهاز ويرجع باللوم على صاحب الجهاز ايا كان بقى، او اي شركه يعني، اي احنا بنتكلم في العام، فتلاقيه بيتكلم باللي خد منه الجهاز ويقول له الوضع كذا 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 والجهاز وقف. طيب انت ليه؟ نصيحه لوجه الله، هتشتري جهاز كل اللي عليك ان انت بتحدث جهازك، او لو الجهاز بيجي لك الحمد لله بنبعته للعميل محدث احدث سوفت واحدث ملف قنوات، ما تلعبش بقى في سوفت الجهاز. كل اللي هتعمله بتفعل سيرفر او اتنين وتخلي الباقي. في بعض الناس بتاخد الجهاز ويقول لك لا انا فعل كل السيرفرات، فعل يا عم الحاج براحتك، فعل. انت هتخسر مدد السيرفرات. وكمان احب اقول لكم ان المحتوى واحد في كل السيرفرات، مع بعض السيرفرات اللي بقى محتواها كبير او غزير بتبقى اقوى من بعض السيرفرات المتوسطه. فانت بقول لك فعل سيرفر كذا وسيرفر كذا وخلي الباقي. قال لي فعل كل السيرفرات، وقول لي انا فعلت كله، عايز اتفرج على اشوف يمكن في حاجه جديده. ما فيش حاجه جديده، اللي في السيرفر ده هو اللي في السيرفر ده. وانا كمان احب اقول حاجه، اهم حاجه في السيرفر هو قنوات الرياضه، وان السيرفرات كلها فيها قنوات الرياضه. قال لي انا عايز منصات لمشاهده المسلسلات او الافلام. طب مع نفسك بقى شوف الافضل وفعله، لكن ما تفعلش كل سيرفراتك عشان ما تخسرش المده كلها مره واحده. انا فعلته خلاص براحتك، اعمل ما يحملك، لكن ما تلعبش في سوفت وير وهارد وير جهازك، اللي هو جهاز الريسيفر، الشاشه الجديده اللي انت بتجيبها، كمبيوتر عندك، لابتوب عندك، حتى الموبايل، ما تعملش غير اللي انت عارفه او اللي انت محتاجه، تطبيقات بتنزلها، فتح سيرفرات وخلاص واشتغل. انا مش جايب الجهاز عشان اتعلم فيه هندسه الالكترونيات، لا انا جايب الجهاز عشان استمتع بالباقات الموجوده عليه والقنوات، وده الصح وده المهم. انا اسف طبعا للاطاله، وانا خرجت عن اطار الجهاز. احنا زي ما اتكلمنا عن جهازنا النهارده، جهاز ستار نت كاريوكي اس اي، او البرو جولد او البرو الذهبي. الجهاز الحمد لله ما شاء الله تحفه فنيه كشكل، يعني كشكل الجهاز ما شاء الله، وتقفيل عالي الاداء، وجهاز بسم الله ما شاء الله شغل عالي. ده جهازنا النهارده، جهاز البث الارض الرقمي، جهاز المنصات المشاهده الصف الاول، كل منصات المشاهده الحمد لله الصف الاول في مصر موجوده على الجهاز ده. وزي ما قلنا شيرنج معاك 6 سنين شيرنج حقيقي موجود على الجهاز، ترجمه تعليق عربي موجود، الشوت تايم شيفت 40 ثانية موجود، فبالتالي عندك جهاز كامل متكامل، بس مفيش حاجة كاملة يعني بصفة يعني كاملة أو متكاملة بصورة كاملة، لا أبدا طبعا، الكمال لله وحده في الأول وفي الآخر. أنا لو اتكلمت على أي جهاز بقول الجهاز 80% بيبقى فيه المواصفات اللي إحنا عايزينها، مفيش حاجة 100%، مفيش حاجة 90% في الزمن اللي إحنا فيه. الجهاز الله أكبر يعتبر من أقوى الأجهزة اللي موجودة في السوق المصري، وفي نفس الوقت
دعم فني مميز، وده اهم حاجة عندي. شكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله انتظروا فيديو شرح التفعيلات، شرح ازاي تتعامل مع تطبيقات الجهاز كلها، وفي نفس الوقت توصل واي فاي، توصل كيبل، كل حاجة عن الجهاز هنعملها لكم في فيديو بإذن الله، وهنزلها على قناة الشروحات بحيث يوصلك الجهاز، يوصلك فيديو مميز جدا كده للتشغيل. وكمان في فيديو بس أرضي رقمي أنا عامله برضه ببعته للعميل مع الأكواد كمان بتوصلك. كل ده موجود في جهازنا النهاردة ستار نت كاريوكي اس اي الجديد. أشكركم جدا، وآسف آسف آسف لو كنت أطلت عليكم أو رغيت كتير. دمتم بصحة وبعافية، السلام عليكم ورحمة الله.